اهلا بكل حضراتكم مره تانية في عالم كره القدم. زي ما في لعيبه ليهم سحرهم، في احداث وفي مباريات وكمان في جوائز ليها سحرها. على راس قائمه الجوائز اللي بتكلم عليها جائزه الاحسن لاعب او الجائزه الذهبيه. الجائزه دي للاسف الشديد برضو من ضمن يعني عواقب كورونا تم الغائها هذا العام، وطبعا ده كان فيه ظلم لكتير من اللعيبه. وطبعا انتوا عارفين ان الجائزه دي بصفه خاصه بقالنا سنين شايفين ان هي ايه، يعني محصوره الى حد كبير ما بين رونالدو وما بين ميسي. ميسي على حد علمي فاز بيها حوالي 6 مرات، ورونالدو 5 مرات اما كنتش غلطان. وفي الفتره الاخيره من التاريخ المعاصر فخر العرب بقى محمد صلاح دخل كمان في المنظومه وابتدى ينافس، واحد من الناس اللي اتظلمت الحقيقه لما تم الغاء هذه الجائزه هذا العام نتيجه فيروس الكورونا. تعالوا نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونتعرف من خلاله على تاريخ الجائزه دي واهم اللاعبين اللي حصلوا عليها، ونرجع بعديها نكمل كلامنا. اتفضل. الكرة الذهبية حكاية جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم، وهي أعظم جائزة في تاريخ كرة القدم، مقدمة من مجلة فرانس فوتبول بالون دور. تاريخياً منحت الجائزة أول مرة سنة 1956. كانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هي وراء الفكرة، وكانت هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة، ثم أصبح فيما بعد يتم اختيار اللاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم، إلى أن تطور الأمر خلال حقبة تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الجديدة إلى تصويت المدربين بجانب خبراء اللعبة مع نسبة من التصويت الجماهيري. كانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الأوروبيين، وفي سنة 1995 تم تعديل القانون وأصبحت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية، وذلك بعد أن حطم الليبيريو جورج وايا كل القيود الخاصة بالجائزة، وصنع المجد مع باريس سان جيرمان الفرنسي وحقق معه لقب البطولة الفرنسية، ثم وصل معه إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا وفاز بجائزة هداف البطولة. وفي نفس العام انتقل إلى ميلان الإيطالي وحقق معه لقب الدوري في العام الذي تلاه، مما جعل الخبراء يعدلون القانون ليدخل وايا الترشيحات ويصبح أول إفريقي يفوز بالجائزة. وفي سنة 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين في العالم، ولم تعد تقتصر على المحترفين في الأندية الأوروبية فقط. أول لاعب فاز بجائزة الكرة الذهبية هو الإنجليزي ستانلي ماثيوس، لاعب نادي بلاكبول آنذاك سنة 1956. كما حقق البرازيلي رونالدو أول لقب لقارة أمريكا الجنوبية عام 1997 مع ناديه الإيطالي إنتر ميلان. هناك لاعبون حققوا الجائزة لثلاث مرات متتالية، لعل أبرزهم الفرنسي ميشيل بلاتيني مع يوفنتوس الإيطالي، والهولندي يوهان كرويف مع أياكس وبرشلونة، ومواطنه ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي. يعد كل من الثنائي الذهبي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق، هما أكثر من حصدا الجائزة عبر التاريخ، حيث فاز بها ميسي في 6 نسخ بدأت مع نهاية العقد الأول من الألفية الجديدة عام 2009 وانتهت العام الماضي. كما حقق رونالدو اللقب في 5 مرات بدأت مع المان يونايتد عام 2008 وانتهت مع ريال مدريد عام 2017. وفي صدمة جديدة للاعبي كرة القدم في هذا الموسم الاستثنائي بسبب تفشي فيروس كورونا، أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية
حجب جائزة الكرة الذهبية بالون دور التي تقدمها سنوياً لأفضل لاعب كرة قدم في العالم للمرة الأولى في تاريخها، وذلك لعدم وجود ظروف عادلة بشكل كاف. جميل جدا. ممكن بقى ننتقل بعد اذنك لل وماله لما ننتقل ما فيهاش حاجه لما ننتقل عايزين ننتقل للحاجه او الفقره بقى اللي انا بحبها جدا. ايوه التفاعل. التفاعل زي ما كنا بنقول، ابعتوا لنا قولوا لنا انتوا عايزين تسمعوا ايه، عايزين نجيب ضيوف مين، عايزين يعني ايه اللي في ذهنكم محتاجين ان احنا هنا نعرضه في البرنامج، حتى لو في اي تعليق حتى او فكر او اي راي سلبي حتى ابعتوا لنا. احنا في الاول وفي الاخر عايزين يبقى في الشكل اللي يرضيكم والشكل اللي يليق طبعا بكل جماهير الاهلي. طيب اسمحوا لنا قبل ما نروح لفقره السوشيال ميديا، لان معنا مكالمة غالية جدا بصراحة. معنا نجم الكرة، كرة القدم، الكرة المصرية، ووحش أفريقيا كمان زي ما كان بيطلق عليه جمهور كرة القدم، كابتن إكرامي. يا صباح الخير يا كابتن إكرامي على حضرتك. يا رب التليفون يوصل. إحنا مبسوطين في المكالمات. أنا أقدر أستنتج ده بممتاز. هقول لك على حاجة بس هنحاول نرجع تاني، بس خلينا نوضح دي سريعا برضو يا كريم، لان الاستوديو جديد فالحاجات دي ان شاء الله هتتظبط. يعني احنا مش عايزين بس حد يزعل، عشان كده انا كنت بقول حد عنده اي تعليق سلبي، لان جالي تعليق عن موضوع التليفونات، بس يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا اكيد نتضارب الموضوع، يعني حاجه اكيد مش بايدينا ومش بايد اي حد من فريق العمل. خلينا بقى نروح للسوشيال ميديا. في حسن ابو راغب كان باعت بيقول صباح الاهلي الجميل، صباح الفل عليك. اسامه احمد بيقول صباح الخير يا اهلاويه. تامر عربي بيقول القناه بقت حاجه عظمه. هو ده بقى الكلام اللي احنا عايزين نسمعه، هو ده اللي احنا كلنا بنشتغل عشان حقيقي نوصل ليه، من نجاح لنجاح دايما في تالق ان شاء الله. اشكرك يا تامر. محمد ابو صبري، خلينا بقى نكمل معاه. محمد ابو صبري قال احلى حاجه في الدنيا النادي الاهلي وقناه الاهلي العملاقه الجديده، بصراحه حاجه تشرف بجد. بنشكرك يا استاذ محمد وبنتمنى نكون دايما عند حسن ظن حضرتك. محمد منصور، من لم يعشق الاهلي فهو حاقد على الاهلي، هذه الحقيقه. ده رأي محمد منصور. إبراهيم سعيد عمر بيقول بحبك يا أهلي. ومرتضى عبد الشافي بيقول صباح الفل والياسمين على أحلى قناة في الدنيا. حب أنا الكلام ده والله، ناس لذيذة وصحيح الصبح رايقين ولطاف، شيء جميل. أنا مش عارفة الاسم ده عبارة عن إيه، بس أني فيهم سوى ثاني. كروك كروك كروكو كروكو مالي. صباح الفل يا كروكو. صباح الفل على الأهلوية. صباح الخير والسعادة. ده علي كساب. بعد كده حسن أبو راغب، بنوتة جميلة ما شاء الله، أعجبني. أنا بيتكلم عن ندى يعني. جميلة هي جميلة، كانت بنت جميلة جدا فعلا. أحمد عياد بيقول في حد يخض حد بالجمال ده كده على الصبح، فكرك بيتكلم عن أكيد. يعني الجملة دي مين المقصود بيها إكسلانس عشان بتكلم؟ أنا بتهيألي طبعا. بيتهيألي أنا بتهيألي الصورة واضحة يا أستاذ. تمام بنشكرك يا ابو حميد. خلينا قبل ما نكمل كريم، كابتن اكرامي صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الخير انا هوندس، ازيك؟ سامعني كابتن اكرامي؟ سامعني يا كريم؟ سامعين حضرتك يا فندم، منور الدنيا. اهلا بيك. صباح الفل عليك حبيبي، كل سنه وانتم طيبين. يا ده عليكم طيب. خير يا رب ان شاء الله. علينا وعلى حضرتك وعلى اهل بيتك وحبايبك الكتير اللي بالملايين، منور الدنيا يا فندم. يا حبيبي كابتن اكرامي، انا نهاوند بصبح على حضرتك في البدايه، وحابه اسال حضرتك كده، امبارح الماتش بتاع الاهلي والجونه، راي حضرتك ايه في الماتش يعني؟ وهل النتيجه مرضيه؟ الاداء كان مرضي؟ التبديلات الكتيره اللي حصلت برده، راي حضرتك ايه يا كابتن اكرامي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للمباريات الوديه دي النتائج لا تهم، بمعنى ان انا مش عشان جبت 5 تجوان او 4 تجوان يبقى انا كويس، لا الفكره مش كده. الفكره في ان بيبقى فيه نوع من التطبيق الفكري للمدرب او للمدير الفني بالنسبه لفرقته قبل انطلاق المباريات الرسميه. لكن انا شايف ان اداء النادي الاهلي سواء في المباراه دي او المباراه اللي قبلها بتاعت سموحه، لا اداء كويس ومبشر ومطمئن يعني الى حد ما، وخصوصا كمان ان في تغييرات كتير بتحصل. فالمباريات الرسميه مش هيحصل فيه التغييرات الكتير دي، فانا شايف ان الامور كويسه بالنسبه للفريق يعني. ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي كمان يكون احسن واحسن. انا عايز اخد حضرتك مؤقتا بره الكوره لو تسمح لي، ونروح للسينما
عشان حضرتك برغم مشاركاتك القليله نسبيا في عالم السينما، لكن كل دور عملته سبت فيه بصمه. انا شخصيا عندي فضول شديد، عايز اعرف كواليس حضرتك مع النجم الكبير عادل امام ومع الاستاذ فريد شوقي. كان يا رب ولد كان يا رب ولد تقريبا صح. ومدام كريمه مختار اكيد كواليس الفيلم ده لازم يكون فيها ذكريات جميله كتير. طبعا انت يا كريم ما تقدرش تفوت الفرصه طبعا. مش كده برضه؟ مش كده يا فندم؟ لا بجد بجد حضرتك سبت بصمه تحفه في الفيلم ده بدور خفيف وكوميدي، فذكرياتك ايه وكواليس العمل ده كان عامل ازاي؟ بص حبيبي، هو طبعا انا على وقتنا الكلام ده من في اخر السبعينات، يعني ما كانش في اي متنفس بالنسبه لنا الا السينما. تمام. لان كانت المسرح بالنسبه لنا يبقى صعب لان في سهر والكلام ده، فكانت السينما هي المتنفس الوحيد لينا، مش زي اليومين دول او زي الوقت دوت اللي فيه حاجات كتير مسليه بالنسبه صحيح. للناس يعني. انا كنت سينما يعني، وبعدين لما اتعرض عليا الفيلم بتاع يا رجل فقد عقله، وفوجئت ان انا هشتغل مع الله يرحمه رحمه الله عليه فريد شوقي، عادل امام، سهير رمزي الله يرحمها كريمة ماما كريمه. طبعا الواحد صعب انه يرفض حاجه زي كده يعني، انا كنت بدفع فلوس عشان اروح اتفرج عليهم بالساعتين. صحيح. فكان بالنسبه لي طبعا حلم كبير قوي ان انا اشتغل مع الناس دي او اشوف الناس دي او اقعد معاها. ولقيت نفسك يا كابتن اكرامي في التمثيل وفي مجال السينما؟ انا الحمد لله ما فشلتش يعني، الحمد لله الادوار اللي عملتها الحمد لله تقريبا يعني هي شخصيتي يعني. يا كابتن اكرامي معلش خليني اعدل لك الجمله دي، مش مجرد ما فشلت ده انا بقول لحضرتك سبت بصمه جميله، دور كوميدي لغايه يومنا هذا كلنا بنقعد نضحك لما نتفرج على الفيلم. ما انا بقول لك هي دي حياتي او هي دي شخصيتي. واللي ساعدني كمان في الموضوع دوت طبعا رحمه الله عليه الملك فريد شوقي، لان هو اهلاوي وكنت بشوفه كتير في النادي وكان بيجي لنا وبيحضر لنا المباريات والتمرين والكلام ده، فهو ساعدني. طبعا عادل برضه الزعيم برضو اهلاوي، يعني كل الاستاف اللي انا اشتغلت معاه كانوا كلهم اهلاويين من اول المخرج لغايه اصغر عامل في الاستوديو. وده كان من عناصر الجذب بالنسبه لك انك توافق على الدور اكيد. نعم. كان من عناصر الجذب بالنسبه لحضرتك ان انت توافق على الدور ان كل فريق العمل اهلاويه؟ والله هي دي اللي ساعدتني، لكن هو كان الدور كان مكتوب ليا يعني، مكتوب لاكرامي حارس مرمى النادي الاهلي. تمام. خلاص لما بدات اقعد مع الناس فوجئت ان في نوع من الحب والالفه رهيب جدا يعني، فدي اللي هونت عليا او دي اللي اخرجت الرهبه من جوايا يعني. لكن طبعا كان في مواقف كتير بتحصل سواء في التمثيل او في البريك خلاص بتخليك تحس ان انت عايز في جو حلو او جو اسري يعني. انا هقول لك على حاجه، ماما كريمه رحمه الله يرحمها، انا وانا بصور الفيلم ده اصبت في رجلي خلاص، وكان لازم اسافر انجلترا اعمل عمليه. اوكي. انا فوجئت، هي عرفت طبعا، فوجئت انها بتعرض عليا انها تيجي معايا يعني حبا في النادي، حبا فيا، حب عليا يعني. روح الامومه يا كابتن اكرامي كانت بره الشاشه كمان. انا كنت سعيد جدا وانا بشتغل معاها يعني، فعلا ست رحمه الله عليها، ست عظيمه، الله يرحمها، دي حقيقه. انا عايزه الام المصريه فعلا يعني. عايز اسال حضرتك كابتن اكرامي، لان يعني يمكن اغنيه عادل امام، فنان عادل امام لما كان بيقول انا ركبي حديد والاهلي حديد، دي لحد دلوقتي كلنا بنغنيها وبالذات في الماتشات، فيعني ايه الكواليس بتاعت الاغنيه دي؟ عايز اعرف. انا ده سؤال شخصي يعني. انا بصي، انا فوجئت بالاغنيه ديت وانا بتفرج على العرض الاول من الفيلم يعني. لكن انا هقول لك على موقف ظريف حصل ليا بعديها بفتره كده. كنا رايحين نلعب في السودان المنتخب، منتخب مصر، وانا كنت اتاخرت عن المنتخب في يومين كده، كان عندي امتحانات يعني. فوصلت على التمرين، لبست ونزلت الملعب، كان في جمهور من السودانيين طبعا في المدرجات بيتفرجوا علينا. فوجئت ان انا اول ما نزلت الجمهور بيغني انا اهلي، انا ركبي حديد والاهلي حديد يعني. فدي من الحاجات اللي اسعدتني جدا يعني. وبعدين الاغنيه ديت فعلا عادل عملها بشكل حلو قوي. دي حقيقة. الناس تبقى علقة في اذهان الناس فترة طويلة يعني. لا، واجيال ورا اجيال، دي حقيقة. طيب كابتن اكرامي، مش هينفع ان احنا نختم حضرتك غير لما اخد رايك في الافتتاح بتاع القناه، قناه الاهلي، قناتنا كلنا، وراي حضرتك ايه؟ وهل تابعت الافتتاح من بدايته؟ وهل في حتى مقترحات يعني؟ خلينا نسمع من حضرتك قامه كبيره، نحب برضو نعرف رايها. اتفضل يا كابتن اكرامي.
جدا في خلاص وخصوصا معلش هو الصوت مش واضح شويه كابتن اكرامي. ما سمعناش رد حضرتك يا كابتن معلش. طب واضح ان يعني يحصل كده في اهم سؤال. طيب على كل حال احنا من وجهه نظرنا وردود الافعال اللي احنا شفناها ان احنا كنا الحمد لله قناه عالميه على ارض مصريه والله، يعني ده بشهاده الجميع، شهاده الملايين كمان اللي كانت بتتابع. اتمنى ان احنا نكون دايما عند حسن ظن كل مشجعي وكل محبي وكل عشاق النادي الاهلي. احنا بنتكلم على جمهور ضخم وفخم الحقيقه، يعني بالمعنى الحرفي حضراتكم بتشكلوا يعني جمهور فاخر جدا وجدير بالارضاء. حضراتكم ليكم دايما رؤيه ودايما ليكم نظره ودايما غيورين جدا على النادي الاهلي كصوره وكايمج وكل التفاصيل المتعلقه بالنادي الاهلي. احنا شفنا دوله مسناها بنفسنا انا ونهاوند كام يوم اللي فاتوا، ان حضراتكم الى اي درجه داخلين في ادق التفاصيل وكل الحقيقه حريص على ان القناه دي يعني ترتقي لطموحات جمهور وعشاق النادي الاهلي، فاتمنى ربنا يقدرنا على ده ان شاء الله. انا عايزه اقول لك على حاجه بقى صراحة على تويتر، انا زي ما كنت بقول لحضراتكم في بداية الحلقة انا ما كنتش اكتف خالص، يعني مش من الناس اللي بتقعد تكتب حتى تويتس. انا كان عندي تقريبا 2000 فولور على تويتر، وده كان بالنسبة لي رقم لان انا ما بعملش تويتس غير كل مثلا كام شهر. انا يعني في مدار يومين انا بقى عندي دلوقتي ما لا يقل عن 10,000 فولور لمجرد ان انا بنتمي لقناه ونادي الاهلي. ربنا يعني يزيد ويبارك. انا بكلمك بجد، انت هتلاقي عندك لو مش الفيك اكاونت بقى الاكاونت. طبعا ده انا فرحت ان انا حد عمل لي اكاونت على تويتر، انا عمري ما كان عندي اكاونت على تويتر اصلا، ويوم ما بيبقى عندي اكاونت يبقى مش بتاعي. لا مش انت عندك اكاونت حقيقي؟ لا على تويتر انا ما عندكش اي اكاونت على تويتر. انا عملت حتى صفحه رسميه على الفيسبوك اللي هو الاسبوع اللي فات. والله بكلمك انا من الناس اللي هي متاخره جدا في دنيا التواصل الاجتماعي. عشان برضو اللي حصل امبارح والناس اللي كانت عماله تبعت لنا، الاهلاويه اللي كانوا عمالين يبعتوا لنا يا جماعه ده الاكونت بتاعك ولا لا، اهو تصريح كريم كوجك ما عندوش اي اكونت على تويتر. انا الاكونت بتاعي الوحيد هتلاقوه قديم جدا من 2011 تقريبا، فاي اكونت تاني غير كده هي مش بتاعتنا. عشان برضو زي ما كنت بحكي البنت اللي عامله اكونت باسمي داخله وفي ثقه فظيعه، يعني وادعوا لنا يا جماعه، والزميله بتحكي عن الزملاء معانا وحبيبتي الزميله كذا. طيب يعني بس انت مين؟ يعني انا عايز اعرف بتتكلمي انك نهاوند على اي اساس؟ في ثقه. بس بيني وبينك احنا بيتهيألي كده والله اعلم ان احنا الاثنين يعني هنضطر ان الفتره الجايه لا نتواجد اكتر، لان الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي اللي مهتم انه يبعت لنا ويتواصل معانا جدير بان احنا نتابعه. ده انا ممكن اعمل لكم اكونت على تويتر مخصوص. ارجوك بقى يا كريم الوقت حان. يعني ما بقول لك امبارح ما سبتش يعني انا ماسكه التليفون لغايه لما في الاخر انا سبت التليفون عشان تعبت، يعني انا مش اللي هو ورايا حاجه ثانيه رحت اعملها، تعبت فخلاص. بس طبعا بعد الحلقه انا عارفه اني هرجع تاني. خلينا نكمل بقى. فكان احمد عيات بيقول لك حد بيقول لك انت يا استاذه مش بيقول لي، يا ريته بيقول لي جمله واضحه وصريحه، في حد يخض حد كده بالجمال ده على الصبح؟ ممكن حضراتكم تتخيلوا ان الجملتين دول يكونوا متعلقين للعبد لله؟ اشك طبعا. ايوه طبعا الكلام جاي. نروح لابرز المعجبين، هو اسمه كده يعني تيتو الحمادي، صباح العظمه على الصبح كده، صباح الفل عليك. السيد عبد الجواد بيقول احلى صباح على احلى نادي في الكون. صباح الفل. ورضا عبد المجيد بيقول الاهلي وبس. احمد ديسكو بيقول صباح القلوب الصافيه على الاهلاويه. ومحمود الزين بيقول عظمه العظمه. طيب في بقى على قناه الاهلي على تويتر كان في احنا كاتبين كده زي بوست شاركونا برايكم، انا حابه برضو لو سمحتوا لي ان انا اقرا بعض المقترحات. يعني كان في مثلا حسين الحلواني بيقول عايزين نستضيف النشق، انا الكلام ده بقى بقوله ليا وليك، نستضيف النشق ونجوم الالعاب الجماعيه والفرديه ويكون كمان في ربط بالتاريخ والحاضر والمستقبل. اعتقد دي فكره حلوه جدا. في برضو بيتكلم يبقى في تقارير مثلا من الشارع مع الجمهور لسماع رأي الناس وأفكارهم. أنا على فكرة وكريم ورئيس التحرير عندنا بالفعل عاملين تقارير كتيرة جدا زي كده إن شاء الله. إحنا بس يعني الطلعة الأولى، يعني إحنا لسه عندنا حاجات كتيرة جدا، أفكار كتيرة جدا لسه بنقول. يعني إحنا بنقول بس يا هادي كده بالراحة، لسه عندنا حاجات كتير جدا مستنية يا رب إن شاء الله هتعجبكم. إحنا بقالنا بنجهز أكتر من شهر ونص كإعداد بس قبل ما نطلع هوا علشان نقدر إن إحنا نكون متميزين ومختلفين عن بقية البرامج. والحقيقه برضو كلمه حق لازم تتقال، يعني انا شخصيا لمست ده ومتاكد ان انت كمان لمستيه، كل القائمين على النادي الاهلي على قناه النادي الاهلي بالمعنى الحرفي. احنا بقول لحضراتكم على اللي بيدور بقى في الاروقه وفي كواليس القناه،
مفيش واحد انا قابلته على مدار الاربع خمس ايام اللي فاتوا غير ايا كان موقعه بالمناسبه، غير وهو مهتم كل الاهتمام حقيقي والله العظيم بارضاء كل فرد من حضراتكم. الناس دي مقدره جدا جمهور النادي الاهلي، عارفين عظمه الاسم في حد ذاته، عارفين حجم دسامه وتاريخ الاسم، فحريصين جدا على ان احنا من خلال البرنامج ده ومن خلال كل البرامج اللي حضراتكم ان شاء الله هتتابعوها معانا يوميا من خلال شاشه قناه الاهلي، ان شاء الله تجدوا ما يسركم من خلالها باذن الله. انا كنت سعيده اول يومين في البرنامج واول يومين كمان في القناه كلها، انا وكريم متشرفين بحضراتكم وسعداء، وبجد والله يعني يا ريت يبقى دايما في تواصل معانا مع الصفحه مع الهاشتاج حتى على صفحاتنا الشخصية علشان نقدر ان احنا نوصل كل ارائكم. احنا المفروض هنبقى من الحد للاربع بس هيبقى عيد، فغالبا عايزين نعرف وضع العيد ايه بالمناسبة في هذا الاطار، يعني ممكن يبقى شغل على فكرة، فانت ما تسافرش كده احنا هنعرف كده كده، وطبعا حضراتكم بطبيعة الحال اكيد هتشوفوا معانا تنويهات اكيد يعني تقول لنا بالظبط ان شاء الله هنرجع نلتقي بيكم امتى، بس هو على كل الاحوال ان عشنا وكان لنا عمر ان شاء الله نرجع نلتقي بيكم الاسبوع الجاي. خلصت حلقتنا النهارده، بنشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وبنشكر واحد واحد من الناس الجميله الكريمه اللي اهتمت ان هي تتواصل معانا وتبعت لنا تعليقاتها، بنشكركم وصباح الفل عليكم.